يشترون خبز؟ والله ما اقول لك بالثنتين بالوحده العالم على ما تقعد، ومرات اكو عالم يعني تشتري بالعشره بال11 يعني يقول لك عبن قبل الظهر حارة الجو. الغاز شلون؟ والله الغاز قليل حيل. بتش احنا نطلب من الحكومه يزيدوها شويه ترجع على 3000. ايوه. قد ينطون؟ والله هسه 2000 ينطونه. 2000؟ اي والله 2000. 2000؟ اي والله 2000. كم فرن يشتغل هسه؟ والله هسه واحد ومن صار حركت له شوي حركه قويه ان شاء الله الثاني. هسه ايش قد تصير الحركه؟ والله هي بالخمسه بالستة صار حركة قوية قبل الفطر شوية صار حركة قوية. والله احنا الساعة 6 الصبح نفتح يعني يبدأ شغلنا ونستمر إلى قبل الفطر بهذا العمل. عندنا مطاعم مجازين نشتغل وياهم، يصير إقبال الناس يعني بعد الظهر، نقول بعد ال 12 يصير إقبال الناس على الصمون ياخذون الفطر. صمونة كم صمونة بيش؟ 12 صمونة بلف. 12؟ ايه هذا احنا هذا شغلنا يعني من اشتغلنا هذا شغلنا. لا صعدنا ولا نزلنا. شلون يكون شغلكم؟ والله شغلنا قبل يختلف عن هالساعه. قبل كنا احنا نفتح من الصبح. تعرف كانت الحركه زينه والعالم امورها الماديه زينه، هالساعه تختلف الوضعيه لا. هالساعه قبل الفطور باربع خمس ساعات نفتح، لان العالم تريد يصمون حاره بحاره. ولا تنسى شويه الدولار هم اثر على العالم، والعالم ما عندها هالساعه. والعالم امورها حيل تعبت، حيل تعبت هاي الفترة. شغلة الوباء كورونا وشغلة الدولار وتعبت العالم فرد مرة تعبت. المواطنين قبل الفطور ايش قد ياخذون؟ كميات كبيرة؟ ولا والله ما كبيرة، ما مثل قبل. بالليل انت تفتح بس السحور؟ لا ما يضل. ما نقدر نفتح لأن ولد عمالنا كلهم يعني قسم بيهم بذاك الجانب. فما تسوي يفتح على مود السحور لان ما يشتغل كل شيء تختلف الوضعيه عن قبل قلت لك.